هنا أعظم معركة في مملكة الحيوان، الأسد ضد التمساح. تكون التماسيح أكثر عرضة لهجمات الحيوانات المفترسة عندما تكون مستلقية في الأدغال، هم المفترس الأعلى للمياه، ولكن في الأرض الأسد هو ملك الغابة. تصطاد فخر الأسود الحيوانات الصغيرة إلى الكبيرة باستخدام تقنية صيد رائعة. لكن في هذا الفيديو كانت عائلة الأسد أقل اهتماماً بافتراس هذا الزاحف ذي البشرة السميكة وتركه يعود إلى المياه. يمتلك فخر الأسود مهارات صيد فريدة تماماً في عالم القطط، يزدادون قوة ويصبحون لا يقهرون أثناء الصيد بفخر. في معركة نهرية لا يمكن لأي حيوان بري أن يهزم التمساح، حتى اثنان من الذكور الأقوياء سوف يتفادون المخلوقات الوحشية. تعد هذه الحيوانات المفترسة جزءاً مهماً من النظام البيئي وتلعب دوراً حيوياً في السلسلة الغذائية. القتال في المياه الضحلة ضد الكبرياء هو طريق الموت للتمساح. لم يكن هناك أي طريقة لهزيمة الأسود. إذا كانت المعارك على الأرض فالأسود لها الغلبة، ولكن إذا حدثت تلك المواجهة في النهر يمكن للزواحف العملاقة بسهولة التهام القطط الكبيرة. كان هذا الصراع مستمراً لآلاف السنين، والمعركة بين هذين المفترسين أمر نادر رؤيته. في فيديو اليوم سوف نعرض لك ملف أقوى المعارك في مملكة الحيوان، الأسد مقابل التمساح. كان هذان الوحشان من الحيوانات المفترسة في القمة في الجزء العلوي من سلاسل الغذاء الخاصة بهم، لكن في بعض الأحيان لا يمكن إنكار ذلك، إنهم يصطادون نفس الفريسة. في معظم الحالات تحدث هذه التعارضات على الأراضي أو مصادر الطعام، سوف تحاول الوحوش أحياناً الاستيلاء عليها. على ضفة النهر حيث الزواحف العملاقة تركض على الشاطئ لأنها توفر صيداً مثالياً لهذه الوحوش النهرية. كمين مفترس، زواحف شرسة مجهزة مع فكوك قوية للغاية والأسنان الحادة، يأكلون أي نوع في طريقهم دون إضاعة قطعة واحدة. في معركة المياه لا يمكن لأي حيوان أن يهزم التمساح، حتى ذكور الأسود القوية سوف تتفادى التماسيح الشرسة. التماسيح حيوانات آكلة للحوم وتتغذى على الحيوانات الحية مثل الطيور والثدييات الصغيرة والأسماك. تتغذى على الجياف أيضاً، وتستخدم التماسيح عدة طرق للهجوم عند اتباع فريسة حية، وتتبع نهجاً واحداً وهو الكمين، حيث تظل التماسيح بلا حراك تحت سطح المياه مع أنفهم فوق سطح الماء، وهذا يسمح لهم بالبقاء مختبئين أثناء مشاهدة الفريسة تقترب من حافة المياه. ثم تندفع التماسيح خارج المياه وتفاجئ فريستها وتسحبها من الشاطئ إلى المياه العميقة للقتل. تشمل طرق الصيد الأخرى الصيد باستخدام لقطة جانبية سريعة للرأس أو الاصطياد من خلال الانجراف نحو الفريسة ببطء، ثم الاندفاع نحوها من مسافة قريبة.